Blessings and welcome to your program. بركات واهلا وسهلا بكم في برنامجكم. Shalom shalom. Shalom shalom. With your host. مع مضيفكم. Reverend Dexter Peltzer. الاخ ديكستر بيلسر. Shalom. Dr. Marisol Peltzer. Dr. Marisol Peltzer. And our Arabic voice, Luis. وصوتنا العربي لويس. And the Lord is so good. الرب طيب. Today's program حلقة اليوم is called The Greater the Sacrifice. كلما زادت التضحية. The greater the reward. كلما زادت المكافأة. Which it's about how much we give up of ourselves to others. ازاي قد ايه بندي من انفسنا للاخرين. It sometimes may require sacrifice. احيانا الامر بيتطلب تضحية. But the more sacrifices it requires. لكن كلما زادت التضحية. The more rewards we're going to receive from heaven. كلما هناخذ مكافأة اكثر من السماء. But before we get into that, لكن قبل ما نبدأ, we're going to pray for some of the prayer requests. هنصلي من أجل طلبات الصلاة اللي جات لنا. So I'm going to ask Sister Louise to do that for us. Okay. So عندنا أخ أيمن طالب صلاة من أجل إنه عنده سكر. وعندنا واحدة طلبت صلاة من أجل جوزي لأنه عنده سحر. وعندنا صلاة من اجل واحده بتطلب صلاه من اجل اخوها انه ياخد الاقامه وينزل مصر عشان نشوفه. صلاه من اجل شنوده جرجس انه طالب يسافر بره مصر. دي الطلبات اللي جات لنا. وفي حد تاني طلب صلاه من اجل الامتحانات اسمه وجدي. امين. هنرفع كل الطلبات. انا قلت لهم على الطلبات اوريدي وهم عارفين فهنكون بنصلي من اجلها. يا رب بنشكرك وبنعظمك لأنك أبونا السماوي. بنشكرك يا رب من أجل كل شخص رفع طلبة ليك يا رب من أجل شفاء يا رب تشفيه يا رب أخونا أيمن من السكري يا رب تشفيه ترفع صحته يا رب. نؤمن يا رب أنك إله سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر يا رب. نحط كل طلبات بين إيديك يا رب. نحط كل طلبة رفعت يا رب. نؤمن أن احنا بنتفق في الصلاة يا رب مع أعزائي المشاهدين أن تحدث ليهم معجزات يا رب. تحدث تغير في حالتهم يا رب. بنحط إيماننا مع بعض يا رب وبنأتي أمامك يا رب لكي تسمع لصلواتنا ولتضرعاتنا يا رب. الشخص اللي طلب أنه يسافر برا مصر افتح لي الباب حسب مشيئتك الصالحة. افتح لي الباب يا رب. أخونا اللي طلب صلاة من أجل امتحانات يا رب اقف معاه ونجحه يا رب. أخت طلبت صلاة من أجل جوزها أنه يتحرر من أرواح السحر يا رب. نؤمن أنك أنت الآن تفكه الآن تحله من ربط السحر يا رب. نؤمن يا رب أن لينا فيك كل النعم والأمين. كل طلبة صلاة كل شخص محتاج لشفاء يا رب. نؤمن يا رب انك انت يهوى رافع. انت الشافي يا رب. انت اللي بتشفي. انت اللي بتسدد الاحتياج يا رب. الشخص اللي طلب صلاة انه ياخذ الاقامة عشان يقدر ينزل يشوف اهله يا رب. نؤمن انك انت تفتح ولا احد يغلق. نؤمن يا رب انك تسرع اموره تسرع ورقه وتبعت ملائكة يا رب تجهز ورقه وتخلصه. نؤمن ان لينا فيك يا رب النعم والامين وليك كل المجد والكرامة. امين. 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 So the greater the sacrifice we make, كل ما زادت التضحية اللي بنعملها, the greater the rewards we receive, كل ما زادت المكافأة اللي هنستلمها. This is such a principle of the Word of God. ده مبدأ في كلمة الله. And it will teach us actually how God blesses us. وده كمان هيعلمنا ازاي الرب بيباركنا. And we even use this more in the kingdom. وازاي بيستخدمنا أكتر في الملكوت. The more we make ourselves a sacrificial offering unto Him. لكل ما نقدم أنفسنا ذبيحة حية لي. For His very service. لخدمته. So let's start out with Luke chapter 21 verse 1. في لوقا 21 عدد 1. This is an awesome parable. ده مثل رائع جدا الرب قاله. Of the woman with the mites. الامرأة اللي كان معها الفلسين. So Luke 21. في لوقا 21 بيقول. Well, I am missing it. Shall I read? Well, you could read, but I am in the wrong paragraph. Okay, so let's turn to Luke 19. Sweetie, can you find the parable of the mites? Luke 19, verse 15. في لوقا 19 وعدد 15. Oh, I found it. I found it's it. Okay. 21. No, I found it. All right. It's Luke 21, verse 1. Okay. Yeah. I don't know why. I saw it. I think you Praise the Lord. Last. We found it. Amen. Okay. So he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة.
And he saw also a certain poor widow putting in two mites. ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين. So he said, Jesus. فقال الرب يسوع. Truly I say to you that this poor widow has put in more than all. فقال بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع. For all these out of their abundance have put in offerings for God. لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله. But she out of her poverty put in all the livelihood that she had. وأما هذه فمن أعوزها ألقت كل المعيشة التي لها. So immediately. في الحال. We're understanding that a sacrificial offering that is so pleasing to the Lord Jesus that he points it out. إن شفنا إزاي إن التضحية العطية اللي فيها تضحية بتسر الرب يسوع علشان كده اتكلم عنها هنا. When in complete faith to God. لأنها بإيمان كامل لله. We're willing to give him all that we have. نكون مستعدين إن إحنا نعطيه كل ما عندنا. It's not out of our abundance. مش نعطي من فضلتنا. The rich man probably put in 1,000 times more ممكن in the offering. الراجل الغني يكون حط 1000 ضعف اللي هي حطته. But that is out of his abundance. لكن ده من فضلته اعطى يعني عنده زياده. In other words, it's not much of a sacrifice. ما فيش اي تضحيه. So we immediately see that sacrificial offerings لكن بنرى التقدمه اللي فيها تضحيه need to hurt. They need to hurt. لازم يكون فيها نوع من التضحيه او الالم بتؤلم الانسان شويه. And they're truly evidence والدليل على كده that we trust God. إن إحنا بنثق في الله. Because if I give in the last of my money, لأني لو أنا أعطيت آخر فلوس عندي, I better be trusting God. يعني أفضل إن أكون واثق في الله. Because I have nothing left even to get a bite of food. لأني مش ما عنديش أي حاجة تاني حتى أشتري بها طعام. But this is really pleasing to God. لكن الأمر ده بيبقى فيه مسرر للرب. So Jesus points this out. فالرب شاور على الأمر دوت. Okay, let's go to Luke 19. تعال نشوف في لوقا 19. Verse 15. عدد 15. I love this. بحب الآية دي. Parable. بحب الأمثال. And so it was that when he returned having received the kingdom. ولما رجع بعدما أخذ الملك. He then commanded these servants أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد to whom he had given the money الذين أعطاهم الفضة to be called to him ليعرف that he might know how much every man had gained by trading. ليعرف بما تاجر كل واحد. So the Lord gives us gifts and talents فالله بيعطينا عطايا وبيعطينا مواهب and resources ومصادر. And then he holds us accountable. What do we do with these in the kingdom? بيشوفنا احنا وكلاء عليها صالحين ولا لا. So listen to how he rewards us. شوفوا ازاي الرب بيكافئنا. Then came the first saying, Master, your mina has earned 10 minas. فجاء الاول وقال يا سيد مناك ربح 10 امناء. And he said to him, Well done, good servant. فقال له نعما ايها العبد الصالح. Because you were faithful in very little, have authority over 10 cities. لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. And the second came saying, Master, your mina has earned 5 minas. ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل 5 أمناء. Likewise he said to him, you also will be over 5 cities. فقال له بالمثل وهكذا أنت أيضا على 5 مدن. Then another came saying, Master, here is your mina, which I have kept put away in a handkerchief. ثم جاء آخر قائلا يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل. For I feared you because you are an austere man. لأني كنت أخاف منك إذ أنك أنت إنسان صارم. You collect what you did not deposit and reap what you did not sow. تأخذ ما لا تضع وتحصد ما لم تزرع. And he said to him, Out of your own mouth I will judge you. فقال له من فمك أدينك. You wicked servant. أيها العبد الشرير. You knew that I was an austere man, collecting what I did not deposit and reaping what I did not sow. عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع. Why then did you not put my money in the bank that at my coming I might have collected it with interest? فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيرفة أو أي البنك يعني فكنت متى جئت أستوفيها معربة. And he said to those who stood by, Take the mina from him and give it to him who has 10 minas. ثم قال للحاضرين خذوا منه المنا واعطوه للذي عنده العشر امناء. But they said to him, Master, he already has 10 minas. فقالوا له يا سيد عنده 10 امناء.
For I say to you that to everyone who has will be given. لأني أقول لكم إن كل من إن كل من له سيعطى. And from him who does not have, even what he has will be taken away from him. ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه أيضا. But bring here these enemies of mine who did not want me to reign over them. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم هنا. And slay them before me. إلى هنا واذبحوهم قدامي. Here we have the principle. هنا عندنا المبدأ. That God blesses us with resources. الله بيباركنا بأمور بيديها لنا. Gifts. عطايا. Talents. مواهب. Callings. دعوة. He gives us everything that we need to perform those on this earth. بيدينا كل ما نحتاجه لكي نقوم بغرضنا. He who was faithful with little. فالأمين في القليل. Will be faithful with much. هيكون أمين في الكثير. The scripture says that. ده اللي بتقول الآيات. So as the Lord starts out and gives me a little. فلو الرب أعطاني حاجة قليلة. If I'm faithful with that and I tithe. فإذا كنت أمين فيها وبعطي عشوري للرب. If I'm faithful as he calls me to go witness to someone, I go witness to someone. لو الرب كنت أمين الرب دعاني إن أروح أشهد لحد ورحت شهدت لي. As I am faithful with that. لما أكون أمين في الأمور دي. I will then be faithful with more or much. فأكون أمين في الأمور الكثيرة أيضا. This is part of how we get spiritual promotions. ده جزء كمان إزاي بنأخذ ترقيات روحية. We take what God gives us. بنأخذ اللي الله بيعطوه لنا. We turn it back and offer it all to Him. ونرجع نقدمه له تاني. To be used for Him for His kingdom of righteousness. عشان يستخدم في ملكوته ملكوت البر. And we use it appropriately as He directs us. ونستخدم الأمور دي بطريقة صالحة زي ما الرب يريدنا. This is what it means to be a sacrificial offering. ده معنى التقدمة والتضحية، تقدمة بتضحية. We take everything the Lord gives us. بناخد كل حاجة الله بيديها لنا. And we turn around and we give it all back to Him. ونرجع نديها له تاني. This is what's pleasing to God. ده اللي بيرضي الرب. And this is what will receive the rewards of being in charge over 10 cities. وده اللي بيخلينا ناخذ مكافأة ان احنا نكون على 10 مدن. The more we have, كل ما يكون عندنا, the more we're going to be held accountable for that. كل ما يكون بيستأمننا على الامور دي اكتر. If I'm given 10 minas, لو انا الرب اعطاني 10 امناء, and I waste it away, وصرفتها, then I'm going to be slayed, or in other words, go to hell. أنا هيكون يا إما يعني كلمة يذبح هنا بمعنى سيذهب إلى الهلاك، سيذهب إلى الجحيم. All right, let's go to another scripture. تعالوا نروح لآيات تانية. We have to be trustworthy. يجب أن احنا نكون مستحقين الثقة. Amen. Amen. I want to reinforce this. He is faithful and little. In Luke 16:10. في لوقا 16:10 برضو بنتكلم عن الأمانة. عن الشخص يكون أمين. Because we're really going to be talking about also sacrifices of our money. هنكون كمان بنتكلم عن التضحية في الفلوس. How pleasing this is to God and an incredible test. وإزاي إن الله بيصر بهذا الأمر وإزاي إن ده اختبار لينا. Of whether we're really His. إذا كنا فعلا لي ولا لا. Okay, Luke 16:10. في لوقا 16 وعدد 10. He who is faithful in what is least and faithful also in much. الأمين في القليل أمين في الكثير أمين أيضا في الكثير. And he who is unjust in what is least is also unjust in what is much. والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon or money, فإذا لم تكونوا أمناء في مال الظلم. Who will commit to your trust the true riches? فمن يأتمنكم على الحق أو الغنى الحقيقي. And if you have not been faithful in what is another man's, وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير, who will give you what is your own? فمن يعطيكم ما هو لكم. No servant can serve two masters. لا يقدر خادم أن يخدم سيدين. For either he will hate the one and love the other. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. Or else he will be loyal to the one and despise the other. أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. You cannot serve God and mammon. لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. Or another way, you cannot serve God in the world. أو بكلام آخر لا تقدروا أن تخدموا الله والعالم. Okay. حسنا. 2 Corinthians 9. في كورنثوس الثانية 9. 2 Corinthians 9,
Verse 6. عدد 6. 9 عدد 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. وهذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد. But he who sows bountifully will also reap bountifully. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. So let each one give as he purposes in his heart. كل واحد كما ينوي بقلبه. Not grudgingly or of necessity. ليس عن حزن أو اضطرار. For God loves a cheerful giver. لأن المعطي المسرور يحبه الله. And God is able to make all grace abound toward you. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة. That you having all sufficiency in all things. لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء. May have an abundance for every good work. كل حين في كل شيء. تزدادون في كل عمل صالح. See, the word says that the Lord gives seed to the sower. الكتاب بيقول ان الرب يدي بذرة للزارع. So if I sow seeds into the kingdom by tithing, فلو انا بذرت هذه البذرة في الملكوت اي عشوري, or giving love offerings when someone shows me someone who needs a love offering, او لو شفت شخص في احتياج اعطي له تقدمة محبة, then I am sowing into the kingdom of God. فانا كده بزرع في ملكوت الله. And then God has all grace abound toward me. والله بكل نعمة هيرد ليا. So I have everything necessary. بيكون عندي كل حاجة أنا محتاجها. Both to live on this earth. سواء هنا لعيش هنا على الأرض. And to continue have replenishment of seeds to give. وهيكون عندي بذور لأعطي أكثر. Yes. And what I find astonishing. اللي أنا بلاقيه مدهش هنا. Is that the Holy Spirit will give you a tug when He wants you to bless somebody. Yes. With an offering. الروح القدس هيديك هيلح عليك أو هيقول لك لما يحتاجك إنك تعطي شخص معين شيء ما. He will tell you of their need. هيقول لك احتياجهم. And put it in the heart and even give you an amount. هيحط في قلبك إنك احتياجهم كذا وكمان هيقول لك تديهم كام. So it's important. فالأمر مهم. That you use the spirit of wisdom انك تستخدم روح الحكمة when you sow your seed لما تيجي تزرع او تزرع بذرتك because unfortunately لان لسوء الحظ there's a lot of people who try to manipulate you في ناس كتيرة بتحاول تستخدم الناس او تلعب بيهم يعني but be guided by the spirit when you give لكن خليك منقاد بالروح لما تيجي تعطي amen Dexter amen امين يا ديكستر امين Amen. And Marisol and I, when we're giving, أنا ومارسول بنعطي. We always pray. بنصلي قبل ما نعطي. And we get confirmation from the Lord. وبناخذ تأكيد من الرب. And part of our confirmation is we have to come up with the same amount to give. وجزء من الconfirmation بتاعنا والتأكيد إن الله قال لنا إن الرب بيدينا نفس المبلغ بيقولها نفس المبلغ بيقولي نفس المبلغ. Wow. And he literally will, and you know this. أنت عارف كمان. You know, there's times he puts someone on your heart and your mind. الله ساعات بيحط شخص معين في قلبك وفي عقلك عشان تساعده. And it's remarkable. You may either go visit them. الأمر مدهش. يا إما تروح تزورهم. Or pick up the phone and call them. أو تتصل بالتليفون وتسأل عليهم. And this has happened over and over. ده حدث معنا مرات كثيرة. Yeah, Marisol. I have an example today. أنا عندي مثل النهاردة. I went to the supermarket. رحت السوبر ماركت. And I saw this homeless man. وشفت الراجل ده مشرد. And I felt this thing in my heart for his puppy. He had a dog. وأنا حسيت بحاجة جوه قلبي ناحية الكلب حتى بتاعه هو عنده كلب. And the Lord said, "Go get that dog food." فالرب قال لي إن أنا أروح أجيب أكل للكلب. So I was obedient. فأنا كنت طائعة. I went and got the dog a bag of food. وجبت أكل باكيتة أكل للكلب. And so I looked for the man in the parking lot. ودورت على الراجل في الباركينج. And I gave him the food. وعطيته الأكل. And the man said, "Thank you." قال لي الراجل شكرا جدا. And he started crying. بدأ يبكي. He said, "This dog is the only thing I have." قال لي الكلب ده هو الحاجة الوحيدة اللي عندي. And she protects me at night when I sleep. شوزا. She protects. بتحميه هو ونايم كمان في الليل. And I didn't have any food to give. وما كانش عندي أي أكل أديهولها. Oh, it was just precious. ده كان أمر غالي جدا.
That the Lord loved that man. Yes. Through that dog. وبيحبه من خلال كلب من خلال المحبة اللي في الكلب بتاعه. So it's like if you're faithful in the little things. فلو أنت أمين في الأمور القليلة. They mean a lot to somebody. ممكن الحاجة القليلة دي تكون بتعني الكثير لشخص ما. It was giving food to a dog. أنا عطيت أكل للكلب. But it's this dog who protects this man at night, who's homeless and sleeps in the streets. فالكلب دوت صديقه يعني وبيحميه هو ونايم في الليل في الشارع. You know, sometimes when we give, we're demonstrating God's love. لما بنعطي بنبين حب الله. And I say, God loves you. فأنا قلت له إن الرب بيحبك. And he had the biggest smile, Dex. وكان على بقه أكبر ابتسامة. I always want to be careful with this. أنا عايز أكون حريص في الأمر شوية أنا بتكلم. Because I really believe my left hand shouldn't know what my right hand is doing when we give. لأني أؤمن إن إيدي الشمال لا يجب أن تعرف ما تفعل يدي اليمين. But without naming names. لكن بدون ما أقول أسماء. The Lord's led us to call and give to someone who was ready to end their life. الرب قال لنا ان احنا نتصل بشخص والشخص ده كان على وشك انه ينهي حياته. They prayed desperately for the Lord to give them a sign and to help them. الشخص ده يعني كان بيطلب الرب جدا عشان ياخد علامة منه. And I'm telling you, that person's life got turned around as a witness to God's grace. الرب يعني شهادة للرب ان الشخص ده حياته تغيرت. They got a job. خد وظيفة. They were able to have a place to live. عنده مكان يعيش فيه. And you can't measure this. ما تقدرش تقيس الأمر ده إزاي غالي. And the Spirit's on me. الروح حالل عليا. I don't know how many times people have said, الناس بيقولوا لنا. Was desperate and I prayed to the Lord and I had almost no hope I would get help. كثير جدا في ناس كانت بتبقى يائسة وبتصلي وبتحس إن مفيش أي أمل إن حد هيساعدها. And I'm telling you, when the Lord puts that person's name on your heart, لما الرب يحط اسم شخص معين جوه قلبك, part of being a sacrificial offering, جزء من التقدمة اللي فيها تضحية, is to be willing to call on them, إنك تكون تقدر تتصل بيهم, ask them how they're doing, وتسألهم أنتوا أخباركم إيه, and the Holy Spirit's led us to sometimes even ask, do you need resources? والروح القدس ساعات يحط جوه قلبك إنك تسألهم أنتوا محتاجين حاجة. And as Marisol said, they cry out. وزي ما مارسول قالت الناس ساعات بتصرخ من الاحتياج. Because it's exactly what they prayed and asked for. لأن ده الأمر اللي بيصلوا من أجله فعلاً. See, this is the kingdom. دي هي الملكوت. When I have a need. لما يكون عندي احتياج. Louise may be the one who gives to me. ممكن لويس تكون هي الشخص اللي بيعطيني. And when I have a surplus. لما يكون what's that? A surplus, or I have some money. لما يكون عندي أنا كمان إمكانية مالية. The Lord may call on me to give to someone else who's struggling. الرب ممكن يقول لي إن أنا أساعد شخص محتاج أو تعبان. We all go through struggles. إحنا كلنا بنمر في هذه الظروف. Remember Dexter, that one time. فاكر يا ديكستر مرة. Where somebody had a need. كان في شخص عنده احتياج. And we didn't have the money to give to that need. ما كانش عندنا فلوس. And remember, I prayed. تذكر أنا صليت. Lord, if it's your will for us to meet that need. لو كان مشيت الرب لنا إن إحنا نسدد الاحتياج. Then I ask you for somebody to give it to me so I can give it to them. أنا بطلب منك يا رب إن الشخص يديني الفلوس دي وما أقدر أديها للشخص المحتاج. And he did. والرب عمل كده. Actually, it was the exact amount you asked for. We got an offering. We turned around. ونفس المبلغ بالضبط اللي إحنا طلبناه. It was remarkable. هو اللي عطاه لنا وقدرنا نساعد به الشخص ده. كان أمر مدهش فعلاً. Because who gives seed to the sower, Marisol? مين اللي بيدي البذرة للزارع؟ الرب هو اللي بيعطينا البذرة اللي نقدر نرميها. He replenishes those seeds. هو اللي بيدينا البذور. And I'm really trying to counter this need within us. أنا عايز أعرف عايز نقدر هذا الاحتياج اللي جوانا. That everything I have is mine and I have to hold on to it tightly. مش عايزنا دايما الرب نفكر إن الحاجة دي بتاعتي وأمسك فيها جامد. Because I never know when I'll need it. لأني أنا ببقى مش عارف إمتى فعلا هيجي الوقت اللي احتاج فيه هذا المصدر. But Jesus gave all of himself to the cross. الرب يسوع عطى نفسه كلها على الصليب. He held nothing back. لم يحجب أي شيء عننا. He became a sacrificial lamb offering to take away the sins of the world. ذبيحة خطية, ذبيحة تكفير, ذبيحة تضحية, كفارة عن العالم كله ليأخذ خطايا العالم. What's remarkable is the. اللي مدهش في الأمر. The word says he purchased us with his blood. الكلمة بتقول إن الرب اشترانا بدمه.
And then he asked us in Romans 12:1 وبيقول لنا في روميا 8:1 that we would be a sacrificial offering of ourselves بيطلب مننا ان احنا كمان نكون ذبيحة حية لي to this beautiful kingdom نكون ذبيحة في هذا الملكوت الجميل to our amazing brothers and sisters لإخواتنا وإخواتنا وأخواتنا And even some that maybe aren't brothers and sisters yet. ممكن ناس منهم مش لسه ما أصبحوش إخوة لينا. But that as we pray, we believe they're going to become brothers لكن and sisters. لكن بنصلي ويكون عندنا إيمان إن الناس دي اللي إحنا هنديها هيبقوا إخوة وأخوات لينا. See, when we see people that are homeless. لما بنرى ناس مشردين. It's not only about providing food or what they need. مش بس ان احنا نديهم الطعام او الماء او الامر اللي هم محتاجينه. Once you do that, you can actually tell them the amazing grace of Jesus Christ, what he's done in our lives. لكن لما تيجي تديهم وتشاركهم قول لهم عن نعمة الرب يسوع واللي عملته النعمة دي في حياتنا. And you can pray for their salvation. وتقدر كمان تصلي معاهم من اجل خلاصهم. Because every soul is so precious. لان كل نفس هي غالية جدا عند الرب. That for me to be a sacrificial offering unto this beautiful kingdom. عشان أكون أنا تضحية جميلة في تضحية ذبيحة تضحية في ملكوت الله الجميل. It's such an honor and a privilege. ده كرامة وامتياز ليا. Yes, ma'am. You know, sometimes the Lord called you. الرب بيقول لك to give somebody a Bible. إنك تعطي شخص كتاب مقدس. To go pray with them. وإنك تروح تصلي معاه. And talk to them. وتتكلم معاه. And lead them to Jesus. وتقودوا إلى الرب يسوع. Because that very person. لأن الشخص ده. Might go to heaven the next year. ممكن يكون هيروح السماء السنة اللي جاية. We've had. And this has happened, yes. وده حدث فعلاً. Two friends. كان عندنا اثنين that أصدقاء. That we've gotten connected by the Holy Spirit. In our neighborhood. وهما جيران كمان. That we talked to about the Lord, led them to the Lord. كلمناهم عن الرب وقدناهم للرب. Loved on them. وحبناهم. And they both died. وهما الاثنين ذهبوا للرب. But we have the certainty. لكن كان عندنا تأكيد. That they're in heaven. إن هما راحوا السماء. And that is so precious. وده أمر غالي جدا. More precious than anything. ده أمر أغلى من أي حاجة تاني. You know, as I walk sometimes by their houses, لما أنا بمشي جنب بيتهم, I'm like, wow, Lord, you're so kind and so merciful. إن الرب كان رحيم جدا وعطوف جدا عليهم. They're with you in heaven. وإن هما في السماء دلوقتي. You never know. أنت عمرك ما تعرف. What your kindness, your love, حبك would do to that life. حبك وعطفك اللي بتعطيهم لحياة الآخرين. So Father, I pray right now. أبانا بأصلي الآن. That you will help us to see those. إن إحنا نقدر نشوف. With new eyes and need you. نشوف بعين جديدة. That need to know your love. الناس اللي محتاجة حبك. That need to know you as love and savior. الناس عشان تعرف حبك وأمانك. And Father, sometimes you use acts of love and kindness to build a bridge. أحيانا بتستخدم عطف عطفنا وحبنا إن إحنا نبني قصور. Father, that we can be built bridges. إن إحنا نكون بنبني قصور. To be able to proclaim your gospel. وننادي بإنجيلك. And lead people to you, Father. ونقود الناس إليك يا أبونا. In Jesus' name. في اسم رب يسوع. Amen. Amen. So I want to. Challenge the devil's lie. أنا عايز أتحدى كل كذب من إبليس. That I can't tithe. إن أنا ما أقدرش أدي عشوري. I can't give. إن أنا ما أقدرش أدي. Because I'll need that for myself. لأن أنا محتاج الحاجة دي لنفسي. If the Holy Spirit asks you to give. إذا الروح القدس طلب منك إنك تعطي. And God provides seed to the sowers. والرب بيعطي البذر للزارع. We must believe that He will replenish our seeds. إن الرب سيكسر وسيزود بذورنا. And He has never failed to do that in our lives. الرب عمره ما فشل معانا في هذا الأمر أبدا. I've asked the Lord to be a kingdom giver. أنا طلبت من الرب أن أكون بعطي في الملكوت. And part of that responsibility. وواحدة هذه المسؤوليات. Is that He crushes my selfishness. إن الرب بيسحق كل أنانية فيا. So that any time or any place He wants me to give. في أي وقت أو أي مكان الرب عايزني أعطي. I'm there for Him. أنا بكون موجود لي. Do you understand? There's and I know this from practice. أنا عرفت ده من التمرن. That if I give. إن أنا إذا أعطيت.
He will open up the heavens and pour out blessings. الرب هيفتح السماء ويسكب عليا كنزه. Because I have faith in him. لأني عندي إيمان به. That he will replenish the seeds. وأن الرب سيكسر هذا البذور. He will bless my business. هيبارك عملي. He'll bless my household. هيبارك بيتي. And especially he'll bless those that we give to. وكمان هيبارك الناس اللي احنا اعطيناهم. Listen to this challenge of God in Malachi 3 verse 10. تعالوا نسمع التحدي اللي الرب قاله في ملاخي 3 عدد 10. Are you there? Yes. Malachi 3:10. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام. And the Lord says, and now test me in this. وجربوني بهذا قال رب الجنود. Says the Lord of hosts. قال رب الجنود. If I will not open for you the windows of heaven. إن كنت لأفتح لكم قوى السماوات. And pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. وأفيد عليكم بركة حتى لا يكون هناك مكان لأخذ أكثر. The devil hates this. الشيطان بيكره هذا الأمر. He wants to keep you from tithing. الرب الشيطان بيمنعك إنك تعطي عشورة. For giving love offerings. بيمنعك إنك تعطي تقديمك. Because he knows the power of this promise. لأنه عارف قوة هذا الوعد. Listen to this, verse 11. اسمعوا في عدد 11. And the Lord of hosts will rebuke the devourer, Satan, for your sake. رب الجنود بينتهر الآكل من أجلك. So that he will not destroy the fruit of your ground. فلا يفسد لك ثمر الأرض. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. ولا يعكر لكم القرب في الحقل. Says the Lord of hosts. قال رب الجنود. And all nations will call you blessed. ويطوبكم جميع ويطوبكم كل الأمم. I have seen this promise fulfilled amazingly in the Jewish people. أنا شفت هذا الوعد مطبق بطريقة مدهشة جدا في حياة اليهود. I'll still never forget it. عمري ما هنسى. At one of the synagogues here, there was a call to give to Israel in a time of crisis. كان في مجمع هنا دايما بيحاول يعطي إسرائيل في وقت الاحتياج، في وقت الأزمات. Within hours, they raised, I think it was $24 to $26 million. في ساعة واحدة بس جمعوا 26 مليون دولار. A synagogue here. مجمع واحد بس. Do you know where that money came from? عارفين الفلوس دي جت منين؟ The Jewish people understand this promise. اليهود فاهمين جدا قوة هذا الوعد. That if you honor God. إنك إذا بتكرم الله. And you tithe. وبتعشر. He will open up the windows of heaven and bless you. سيفتح الرب قوى السماء ويباركك. That's why their businesses are so blessed. عشان كده تلاقي الأعمال بتاعتهم متباركة جدا. They know the secret of this scripture. عارفين سر هذه الآيات. Even my business partner is an Orthodox Jew. أنا شريكي في العمل هو يهودي أرثوذكس. He knows the principle of this. عارف هذا المبدأ. We talk about God all the time in the office. بنتكلم عن الرب طول الوقت في المكتب. So, علشان كده, will we trust God with our money? هل بنثق في الله حتى في فلوسنا? Will I trust God to lead me with all my gifts and talents? هل أنا بثق في أن الله يقودني في كل مواهبي وكل حاجة عندي? And you know, you can. أنت عارفين? Sometimes it's an inconvenience when you have to have that act of love, but you got to stop and be obedient. احيانا بيبقى الامر غير مناسب انك انت عايز تعمل حاجه محبه بس انت الامر غير مناسب لكن لما تطيع الرب احسن انك تطيع الرب وتعمل كده because there's a time and a season for you to bless that person لان في وقت معين وموسم you don't want to miss it تبارك هذا الشخص ما تفقدش هذا الموسم ما تفقدش التوقيت amen Romans 12:1-2 روميا 12:1-2 amazing scripture ايات رائعه جدا I beseech you therefore brethren by the mercies of God أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله that you present your bodies a living sacrifice أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية holy acceptable to God مقدسة مرضية عند الله which is your reasonable service عبادتكم العقلية and do not be conformed to this world ولا تشاكلوا هذا الدهر But be transformed by the renewing of your mind. بل تغيروا عن شكلكم. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. Jesus sacrificed everything for us. الرب يسوع ضحى بكل شيء لأجلنا.
We are called to deny ourselves. يجب ان احنا ننكر انفسنا. Take up our cross. ونحمل صليبنا. And follow him. ونتبعه. And he's asking that we offer ourselves as sacrificial offerings of our body, where, what we do, where we walk, what we say, what we do. الرب عايزنا نكون ذبيحة حية مقدسة ليه. بنقول ايه بنعمل ايه احنا ماشيين. Everything we give back to the Lord. كل شيء نعطيه مرة ثانية للرب. Again, Jesus gave it all. الرب يسوع أعطانا كل شيء. Why are we going to hold anything back? ليه احنا هنحجب عنه؟ Let me read a quick parable. هقرا معاكم مثل سريع. Mark 19. في مرقس 19. This is always a rude awakening to me, but I'm sorry, Matthew 19. في متى 19 انا اسف. This is such a challenge. ده تحدي. All right, verse 21. عدد 21. Jesus said to him, the rich man, قال له يسوع الرجل الغني, if you want to be perfect, إذا أردت أن تكون كاملا, go sell what you have and give it to the poor. اذهب وبع أملاكك وأعطي للفقراء. And you will have treasure in heaven and come follow me. فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. For he had great possession. لأنه كان ذو أموال كثيرة. He, unless he repented, he probably didn't inherit the kingdom of God. لو لم يتب هذا الشخص لم يكون يرث لملكوت السماوات. So for all eternity. فكل الأبدية. Because I want to hold on to everything that I have. لأني عايز أمسك في كل حاجة بتاعتي. I want my barns to be full. أنا عايز المزارع أو حظيرتي تكون مليانة. And when God calls me to give, it's like, no, I need this. لما ربي يقول لي ادي اقول له لا انا محتاج ده. This could be me. هذا الشخص ممكن يكون انا. So Father, in the name of Jesus. أبانا في اسم ابنك يسوع. I need an incredibly new heart. يا رب انا عايز قلب جديد. I need a heart that is one with yours, Father. عايز قلب يكون واحد معك يا ابي. I need eyes to see the needs of others as you see them and want them fulfilled, Father. عايز عيون ترى احتياجات الآخرين وتسدد احتياجهم مثلك يا أبي. And I need ears to always hear your prompting for me to give. وعايز أذان تسمع دائما إلحاحك علي أن أعطي. I ask you to remold me and shape me to be pleasing to you. يا رب أصلي أنك تغيرني وتعدلني بحيث أكون دائما تبع مشيئتك. To always be a cheerful, faithful giver as you call me. لأكون معطي مسرور دائما. And I rebuke my selfishness. أنا بنتهر أنانيتي. My pride. أنتهر كبريائي. I break covenant with the lies of Satan he's spoken to me. أكسر أي أكاذيب يقولها لي إبليس. About how I'll need all these resources for myself. إني أحتاج كل هذه المصادر لنفسي. And now I turn around and I give them all to you, Lord. وأتحول وأعطي لك الكل يا رب. Give you everything, my job. أعطيك وظيفتي. My family. أعطيك عائلتي. Any money that I get. أي أموال أحصل عليها. I choose to honor you with it, Lord. أختار أن أكرمك بها يا رب. And that means I ask you to even help me always have a heart to tithe. يا رب أصلي أنك تضع في هذا القلب الذي يحب العشور. Even when I have little like the widow's mite. حتى لو كان لي قليل مثل الأرملة التي أعطت الفلسين. Help me to always trust in you. ساعدني يا رب أن أثق فيك دائما. Fill me with the measure of faith to always trust in you, Lord. املأني بمقدار الإيمان لكي أثق فيك يا رب دائما. And always help me in my weakness. يا رب ساعدني دائما في ضعفي. In the blessed name of Jesus. في اسم رب يسوع المبارك. Amen. Amen. Let's go to Matthew 16, verse 24. في متى 16 عدد 24. Then Jesus said to his disciples. ثم قال الرب لتلاميذه. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. For whoever desires to save his life will lose it. لأن من يحافظ على حياته يخسرها. But whoever loses his life for my sake will find it. وأما من يخسر حياته من أجلي يجدها. For what profit is it
to a man if he gains the whole world. لأني ما المنفعة إذا ربح الإنسان العالم كله. And loses his own soul. وخسر نفسه. Or what will a man give in exchange for his soul? أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ The rich man did not understand this. الرجل الغني لم يفهم هذه الآية. Let's not ever be like the rich man. لا دعونا جميعا أن لا نكون مثله. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels. لأن ابن الإنسان يأتي مع ملائكته. And then He will reward each according to His works. وسيعطي كل واحد بحسب أعماله. If we're a sacrificial offering of our lives and our resources and our gifts and our talents, وكل عطايانا أو مواهبنا, great will be our reward. ستكون مكافأتنا عظيمة. And the more we give, كلما أعطينا, He promises the more He will even replenish and bless us while we're on this earth. الرب سيباركنا أكثر أكثر على هذه الأرض حتى. Read Matthew 19:27. في متى 19 عدد 27. I love the scripture. بحب الآيات دي. Peter answered and said to him, Jesus. فأجاب بطرس حينئذ وقال له. See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟ Marisol, did they make a sacrificial offering of their lives to the Lord? هل يا مارسول هؤلاء التلاميذ صنعوا تضحيات في حياتهم للرب؟ نعم. They left all to follow Jesus. نعم تركوا كل شيء ليتبعوا الرب يسوع. Now this next scripture is astonishing. الآيات اللي جاية مدهشة جدا. So Jesus said to them. فقال لهم يسوع. Assuredly I say to you that in the regeneration when the Son of Man sits on the throne of His glory. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. You who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل. In our case, if we're faithful using 10 minas, في حالتنا إحنا لو استخدمنا العشر أمناء, we'll be placed in charge of 10 cities. سنكون رؤساء على 10 مدن. Ah, I see this. شايف؟ And listen to this. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقول. Or lands for my name's sake. أو حقول من أجل اسمي. Shall receive a hundredfold. يأخذ مئة ضعف. And inherit eternal life. ويرث الحياة الأبدية. So He will not only replenish our seed. مش الرب بس بيكسر البذور. Maybe even a hundredfold. ممكن يضاعفها لمئة ضعف. But we get eternal life. لكن كمان هنأخذ الحياة الأبدية. Wow. And God's the one who determines the blessing. والرب هو اللي بيقرر البركة. You never know what He's going to do. ما تعرفش الرب هيعمل ايه معاك. Amen, Dexter. Yeah, let's read a scripture on that. Psalm 75. هنقرا ايات عن ده. مزمور. A very unusual scripture. مزمور 75. Hardly ever read. مزمور مش بالناس مش بتقرا كتير. But I want to read it. Psalm 75 verse 6. في مزمور 75 وعدد 6. Okay. For promotion comes neither from the east nor from the west nor from the south. لأنه لا من المشرق ولا من المغرب. But God is the judge. ولا من برية الجبال ولكن الله هو القاضي. Who puts down one? هذا يضع إنسان. And exalts or promotes another. ويرفع إنسان آخر ويرقيه. See, as we're faithful in little, لما نكون أمناء في القليل, he then says we'll be faithful in much. مش بيقول إن إحنا هنكون أمناء في الكثير. So that means not only am I spiritual gifts growing, ده مش معناه إن مواهبي الروحية بس بتكبر, but also what he can trust me to do for the kingdom, even greater things. لكن الرب كمان بيأتمني على الملكوت في أمور أعظم.
And if I was faithful with $10, لو أنا أمين في 10 دولار to tithe $1, وأعشر وأعطي دولار منها then perhaps at one point I'll have $100 to be able to tithe $10. هيكون في وقت ما عندي 100 دولار وأعطي منها 10. And if I'm faithful when the Spirit calls me to release a gift into someone's life, a spiritual gift. ولما أكون أمين روحي يقول لي أعطي شخص ما عطية وأعطيه هذه العطية. Like a word of wisdom or a word of prophecy. عطية روحية يعني كلمة حكمة أو كلمة علم. Then as the Lord go to and fro across the earth. لما زي عينينا الرب بتقول في أنحاء الأرض. Looking for who will be faithful to serve him on this earth. بتبحث عن شخص أمين يخدمه في الأرض. He will see you. الرب سيراك. And he'll call you to do more and more for the kingdom. وسيدعوك أن تعمل أكثر وأكثر في الملكوت. And remember, God resists the proud. تذكروا أن الرب بيقاوم المستكبرين. But he pours out his grace to the humble. لكن بيسكب نعمة على المتواضعين. And he says that if we're humble, وبيقول إذا كنا إحنا متواضعين, in the proper time he will lift us up. That's in the scriptures. في الوقت المعين رب سيرفعنا. هذا ما تقوله الآيات. So my sacrificial offering, فتضحيتي وعطائي, means God is going to be pleased to use me over and over again in the kingdom. الرب سيكون مسرور إن يستخدمني أكثر وأكثر في الملكوت. Yes, Marisol. The most powerful persons that I know. أقوى شخص أنا بعرفه. That God uses mightily. الرب بيستخدمه بقوة جدا. A very humble Dexter. شخص متواضع جدا يا ديكستر. And they're very kind. وشخص عطوف جدا. And they're powerful in the spirit. لكن قوي جدا في الروح. And they don't have any arrogance at all. ما عندوش أي كبرياء. Everything's God. كل شيء هو الرب. When you see them in the street. لما تشوفه في الشارع. They will, you won't even know they're used like that of the Lord. مش هتعرف ان الرب بيستخدمه بالطريقه دي. Kind and humble. لانه شخص متواضع جدا وعطوف. Amen. 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 I'm not giving up on this new mindset of Christ we're going to have to give. انا مش هتخلى ابدا عن العقليه بتاعه المسيح اللي عايزها تكون في حياتي. Luke 6:38. في لوقا 6:36. So now I think you'll understand these scriptures. أنا دلوقتي بعتقد إنك أنت فهمت الآيات. Give and it will be given to you. أعطوا تعطوا. Good measure. كيلاً جيداً. Pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. كيلاً جيداً مهزوزاً فائضاً يعطونا في أحضانه. For with the same measure that you use, لأن بنفس الكيل الذي به تكيلون, it will be measured back to you. يعطى لكم, يكال لكم. That's why the word says, if I extend mercy to others, إذا أعطيت الرحمة للآخرين, I will receive mercy in my time of need. سأستلم رحمة في وقت احتياجي لها. If I give willing to others when they have a need, لما لو أعطيت بإرادتي للآخرين عندما يحتاجون, I can assure you when I have a need, the Lord will give. أنا أؤكد لك أن عندما يكون عندي احتياج سيعطيني الرب. Even if he has to open up the windows of heaven, حتى لو كان الرب سيفتح قوى السماء, he'll pour that into your bosom. الرب سيعطيك في حضنك. It's the measure we use. ده الإيمان, مقياس الإيمان. We cannot be stingy in the kingdom of God. I like to put it that we must be willing to give all in every situation what God calls us to do. And when the Lord asks us to give more than you know you think you can give, لو الرب طلب منك انك تعطي فوق ما تستطيع ان تعطي او انت او انت تعتقد ان هذا فوق استطاعتك, I tell you I bind my flesh, انا بقول اني بربط جسدي, and my selfishness, وبربط انانيتي, and I crucify it, وبصلبها, because I know I want to only have the spirit in control, لاني عايز بس الروح هو اللي يكون متحكم فيا, because the devil will have warfare exactly when the Lord wants you to give to someone. لأن الحرب هتيجي عليك, الحرب الروحية هتيجي عليك لما الرب يكون عايزك تعطي شخص ما. And it's in everyday life. ده في كل يوم من أيام حياتنا. You know, one time Marisol's at the gas station. مرة ماريسول في الجاز ستيشن.
And a famous actor was pumping gas. وكان في ممثل مشهور بيحط غاز في العربية بتاعته. So she's in her gym clothes. وهي كانت لابسة هدوم ال ال الجيم. But her calling is as a prophetess. الرب دعاها إنها تكون نبية. So the Lord calls her to go over and give a word to that man. والرب قال لها روحي قولي له الكلمة دي. And I can assure you, because I give prophecies too. وأنا أكد لك لأن الرب بيعطيني كمان نبوة. You don't even know half the time what the word is until you start walking over towards that man. أنت لما تبدأ تتحرك للراجل حتى مش هتبقى عارف إيه الكلمة اللي الرب عايزك تقولها له. And then you just approach him and say, "The Lord asked me to come and pray to you or give you a word." هتقول له الرب قال لي إني الرب قال لي إن هقول لك كلمة. But then the Lord gave her a word that this man's service to the children was very important to the Lord. الرب أعطاها كلمة إن The Lord was very pleased with him. The Lord was very pleased with that. إن الرب أعطاها كلمة إن هو بيعمل خدمة مع الأطفال وإن الرب مسرور بخدمته اللي بيعملها مع الأطفال. And he had been doing this for almost 10 years or so. وهو كان بيعمل كده لمدة 10 سنين. And he started crying because he said he was getting discouraged and wondering if he's still helping these children. بدأ يبكي لأن هو كان محبط وكان مش عارف إذا كان هو فعلا بيعمل حاجة صح بيشجع بيها الأطفال ولا لا. And he got so excited. وبدأ يبقى منصار جدا وفرحان. Yes. والرب قال كمان إن هو بيحبه. The Lord saw him. الرب شافه. This was his calling to these children. ده كانت دعوته مع الأطفال. And the Lord reaffirmed him in this calling. والرب أكد على دعوته في هذه الخدمة مع الأطفال. And I believe for another 10 years or whatever it is, he'll continue serving with joy. وأنا متأكد إن حتى لو العشر سنين تاني قدام هو هيكون بيخدم الرب بفرح. And he was so humble. وكان متواضع كمان. And the Lord even told him that he had new projects and that those projects were him. والرب قال إن في مشروعات جديدة. Yeah. And his eyes opened this big. والمشروع الجديد هو نفس الشخص فتحت. Well, that makes me so happy. ده خلاني Because I love God. ده خلاني أبقى فرحان لأن أنا بحب الرب. I was so blessed. أنا اتبركت جدا. That the Lord loved him so much. إن الرب بيحب هذا الشخص كثيرا. And I learned the lesson. وتعلمت الدرس. Be obedient, Marisol. إني أكون طائعة، كوني طائعة يا ماريسول. آمين. I'm going to tell you, this is one of the greatest truths of the kingdom of God. ده إحدى أعظم الحقائق في ملكوت الله. Of how God wants us to love each other. إن الرب عايزنا زي نحب بعضنا البعض. 1 Corinthians chapter 12 says. في كورنثوس الأولى إصحاح 10. That there are 9 gifts of the Holy Spirit. في 9 مواهب للروح القدس. And the Holy Spirit looks out and decides. Who those gifts are ministered from and to. الروح القدس بيقرر التسع مواهب دول يخدموا من مين والمين. So just imagine if I make my life a sacrificial offering to always be led by the Spirit. تخيل لو أنا جعلت من نفسي ذبيحة حية ودائما بنقاد بالروح. And the Spirit is looking for someone that can give this prophetic word to answer that person's prayer. والرب عايز بيدور على شخص يعطي كلمة نبوية يجاوب بها على احتياج شخص ما. This is how the kingdom mostly works. ده ازاي الملكوت بيعمل. God uses us to give that word. الله بيستخدمنا عشان نعطي هذه الكلمة. So in order to use me, don't I need to be a sacrificial offering always available? عشان الرب يستخدمني لازم أكون أنا ذبيحة حية دائما. And when he says go, shouldn't we always be willing to go? فلما الرب يقول لنا اذهب هل أكون أنا دائما مستعد إني أذهب؟ In the beginning, is there fear? في البداية هيبقى في خوف. Oh yeah. آه طبعاً هيكون في خوف. We can all give stories. ممكن كلنا ندي قصص عن الموضوع ده. I was like, you want me to go talk to that person? يا رب أنت عايزني أروح أكلم الشخص ده؟ I don't even have a word yet. أنا ما عنديش حتى طب كلمة لسه أقولها. And the Lord says go. الرب بيقول لي روح. And you go. يبقى تذهب. Somewhat trembling in the beginning. الواحد بيحس إنه بيترعش في الأول. Praying the whole time. بيصلي طول الوقت. And for me, it used to be I'd pray in tongues, Lord, give me a word. وأنا أصلي بالألسنة أقول يا رب أعطيني كلمة. So by the time you get there, though. لكن لما في الوقت توصل لهذا الشخص. If you've been faithful to step out and walk on the water like Peter did. لو كان عندك إيمان وخطيت بتمشي على المية زي بطرس. Oh my! Before you know it, you're walking on water. قبل ما تعرف وتدرك هت. تلاقي نفسك ماشي على المية فعلا. Before you know it, the Holy Spirit fills you with the words to speak. قبل ما تعرف الروح القدس هيكون ملاك بالكلمة اللي هتقولها. And I mean, is he ever unfaithful, Marisol? No, I can't think of an instance where he's called us to go speak to someone he's not faithful. الرب عمره ما بيدعي شخص يدعيك ويخدم يكون مش أمين غير أمين. People are always so blessed. الناس دائما بتتبارك.
And when the like, Holy Spirit speaks to them. لما الروح القدس بيتكلم إليهم. In that same gas station. في نفس الجاز ستيشن دي. The following week. الأسبوع اللي بعده. I ran into another person. اتقابلت مع شخص تاني. And the Lord told me over there. ورب قال لي هناك. And the prophetic word was. كانت الكلمة النبوية. Your mother's praying for you. إن مامتك بتصلي لك. And what you're feeling is her prayers for you to stay in what she raised you in. وهي بتصلي لك عشان تقعد وتظل في الإيمان. He was a young man, Dexter. وده كان شاب. He just looked at me. بص لي كده. He goes, yes, my mother's a Christian. نعم, and she's filled with the Spirit. وهي مليانة بالروح. So it was amazing. ادهش جدا. Wow. God is so good. الرب طيب جدا وصالح. He loves people. الرب بيحب الناس. Whatever he gives us. مهما الرب عطانا. We have to be faithful. لازم نكون امناء فيه. We have to be good administrators. نكون وكلاء صالحين. And it needs to be almost, it needs to be impossible. الامر يجب ان يكون غير ممكن, مستحيل. That's why I say the greater the sacrifice, the harder it is for me to do this. لما كل ما كان الأمر صعب كل ما كانت التضحية كبيرة. The more time it takes. كل ما خدت وقت. The greater risk I'm taking to go out there and speak to that person. كل ما كان في مخاطرة إنك تروح وتكلم شخص. The more resources I have to give. كل ما كان عندي مصادر أكتر أعطي. The more pleasing it is to Him. كل ما كان الأمر بيسر الرب. And the greater our rewards in heaven. وهتكون مكافأتنا في السماء عظيمة. And the more He'll use you. وكل ما الرب بيستخدمك. All the days of your life. كل أيام حياتك. Step out boldly. تقدم بجرأة. In faith. بإيمان. And trust in God. وثقة في الله. When you hear His voice, go and pray for someone's healing. لما تسمع صوته روح صلي مع شخص من أجل شفائه. I'll be honest, we didn't even always see people healed right away. إحنا بنرى دائما الناس بتشفى في الحال. But when he called again to go pray for healing, we went. لما الرب بيقول لنا نروح نصلي بنروح على طول. And then eventually, as we even have the miracle of our brother got healed of cancer. حتى ان في معجزة اخوها شفي من الكانسر. When we went to visit him during the summer, he was giving us his children to take care of when he died. لما رحنا نزوره في الصيف كان عايز يدينا اولاده نخلي باله من اولاده لانه كان بيموت. He was making plans when he died. كان بيعمل خطة لما يموت هيحصل ايه. Do you understand? فاهمين? And so we went and prayed with him. فرحنا صلينا معاه. For his healing. وشفي. God did a miracle. الرب عمل معجزة. He's healed. شفي. Yeah. He can raise his own children. ويقدر يربي أولاده. Step out in faith. اخرج بالإيمان. And you will be a blessing to others that will astonish you. هتكون بركة للآخرين بطريقة تدهشك. So Father, we surrender right now. أبانا بنخضع ليك الآن. Oh my goodness, yes. Completely as a sacrificial offering يا of our lives. And every gift, every كل موهبة, calling, every كل resource دعوة, you've given us, كل Lord. مصادر انت عطتها لنا. We turn around and lay it at your feet. بنتحول ونضعها عند أقدامك. Use it as is pleasing to you, Father. ونستخدمها تكون مرضية ليك يا أبي. Use all of us, Lord. استخدمنا كلنا يا أبي. In the precious name of Jesus. في اسم ربي يسوع. We hold nothing back. لا نمنع شيء عنك. Now we simply ask that you bless us by leading us with the Holy Spirit. بأصلي أنك تباركنا بالروح القدس. And release the kingdom of God into this world through us. وتطلق الملكوت من خلالنا للعالم. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. Amen. Amen. What a blessing. يا للبركة. To give sacrificially to others. إحنا نعطي بتضحية للآخرين. So this Christmas. هذا العيد. Do less for yourself and do more for others. اعمل قليل مع نفسك واعمل أكتر للناس. This has been your program. كان ده برنامجكم. Shalom, shalom. Shalom, shalom. With your host. مع مضيفتكم. Dr. Marisol and Reverend Peltzer. دكتور ماريسول بيلتسر أخ ديكستر بيلتسر. And our Arabic voice, Sister Louise. وصوتنا العربي الأخت لويس. We love you. نحبكم. God bless you. الرب يبارككم. سلام سلام. سلام سلام. Amen.